فزي ما قلت لكم هذه الطريقة السهلة والواضحة انك كيف تحمل فيمات في ستريم لابس وتقدر في نفس الوقت تنقلها الى OBS بي زي ما تشوف قدامكم نقلناها على طول بسهولة وهي نفسها اللي موجودة في الستريم لابس شوفها نفسها بالضبط اللي موجوده في الاستريم لابس بالضبط السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم ان شاء الله تكونوا طيبين في هذا الفيديو يا جماعه الخير راح نجاوب على التعليق اللي نزلته في المنتدى والتعليق من زيد وقال لي في التعليق يا حسان ممكن تشرح لنا كيف تضيف وكيف تستعمل اللي في بدايه البث يخلون اللي مكتوب عليها شوي ونبدا البث اللي يسمونها يا جماعه الخير الاوفرلي زي ما تشوف قدامكم هذه هي مكتوب هنا لايف ستارتنج سون انترميشن بي رايت باك ending سون طيب اول شيء راح اوريكم ايش الفائده فيها او يعني كيف تستخدم زي ما تشوف قدامكم هي اصلا كم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هي خمسة فأول شيء عندنا يا جماعة اللي هو اللايف يعني البث المباشر صفحة البث مباشر يعني إذا مثلا أنا أبغى أسوي بث مباشر هذه الصفحة الناس راح تشوفها في البث المباشر سواء كان في اليوتيوب أو تويتش بالنسبة لستارتينج سون يا جماعة ستارتينج سون يعني شوي ونبدأ البث أو قريبا راح يبدأ البث يعني اول ما اسوي بث مباشر راح تطلع لهم هذه الصفحه ثالث شيء يا جماعه اللي هو الانترميشن اني راح اتكلم مع متابعيني الكرام سواء كان في اليوتيوب او تويتش هنا الشات يا جماعه الخير راح يكون وأقدر اتكلم معهم بسهوله يعني حتى اشوف الشكل كيف الاوفرلي وراح اقول لكم كيف تحملون الاوفرلي او يسمونها الثيمات اللي موجوده في الاستريم لابس وكيف تضيفونها في اس ستوديو تمام انت هذا بالنسبه لايش انترميشن رابع واحد اللي هو رايت باك يعني مثلا والله جوكت الصلاه مثلا غدا ولا عشاء ولا اي شيء راح اسوي بي رايت باك شوي واجي بروح وارجع هذا حق بي رايت باك تمام اخر شيء يا جماعه الخير اللي هو الخامس اللي هو اندنج سون يعني انتهى البث خلاص كذا خلصت البث بعدين بسوي اندنج ستريمنج وبس هذا بالنسبه يا جماعه الخير الخمسه حق تبع الاوفرلي الحين السؤال كيف راح نحمل الاوفرلي هذه الطريقه جدا سهله طبعا اول شيء لازم يكون معك برنامج ستريم لابس ستريم لابس و بي اس تمام تمام على طول راح تروح لهذا المكان شاف هذه الكلمه مكتوب ايش هنا ثيمز تضغط عليها يا سلام عليك شوف ركز معايا اول ما تضغط على كلمه ثيمز راح تطلع لك هذه الواجهه وزي ما تشوف قدامكم راح تظهر لكم هذه الثيمات يعني حتى راح يقول لك كمان تقدر تحمل هذه الاوفرلي تويتش ويوتيوب وفيسبوك ولجميع منصات البثوث المباشره تقدر كلها يعني فلما تنزل تحت عندك هنا الالوان حق تبع البثوث المباشر يعني مثلا ايش ايش تختار لون احمر ازرق اخضر عاد انت حر تمام تمام فلما تنزل تحت راح تلاقي بعضها مجانيه وبعضها بفلوس طب كيف أفرق بين الفلوس وكيف المجانية؟ شايف علامة النجمة هذه؟ يا سلام عليك انه مكتوب انستل برايم ثيم يعني هذه بفلوس اذا مثلا ابغى احمل هذه تمام اضغط عليها وعندك هنا مكتوب انستل ثيم تمام راح تضغط عليها وراح يوديك على موقع الستريم لابس زي ما تشوف قدامكم <applause> راح نوريكم راح يوديك على طول موقع الستريم لابس اذا انت حاب تشتري هذا الثيم طبعا راح تربطه بالمنصه اللي انت تبث فيها وبعدها راح يقول لك اذا حاب تدفع عن طريق طرق الدفع باي بال فيزا المهم اللي موجود يعني زي ما قلت لكم هذه بفلوس اما بالنسبه للمجانيه ابشركم في مجانيه هذا اهم شيء عندنا كمان. راح ترجع ورا، زي ما قلت لكم اللي عليها نجمه يعني بفلوس، اول ما تنزل تحت راح تلاحظ انه هنا مجانيه، شوف هذه كلها مجانيه تقدر تستخدمها، تنزل تحت اه هذه بفلوس، طيب مثلا تبغى ثيمات مجانيه وبالوان وباشكال، الطريقه سهله تروح للسيرش هنا وتكتب الإنجليزي فري وتسوي انتر، اول ما تسوي انتر زي ما تشوف قدامك راح تظهر لك ثيمات كثيره مجانيه باللون البرتقالي، طبعا مثلا ابغى باللون مثلا ابغى لون احمر، شوفوا كيف؟ هذا الاحمر، شوفوا كيف الاشكال يا جماعه. هذه كلها مجانية وتقدر تستخدمها بشكل مجاني، دام انك انت ايش كتبت فري، مثلا ابغى احمر مع اخضر، فتلاحظ انه في اشكال يدمج اللون هذا مع هذا، فعندك اشكال وانواع تقدر تختارها، انا مثلا يا جماعة الخير ابغى اختار هذا، ابغى احمل هذا، خلاص راح اضغط عليه حلو، عندك هنا مكتوب انستل ثيم، راح اسوي تحميل تمام، وزي ما تشوف قدامكم اول ما اسوي التحميل على طول أضافه في الستريم لابس، تمام تمام، شوف اول واحد اللي هو لايف سكين وستارتنج سون وانترميشن اتحدث مثلا مع شوف الشكل جديد يعني كل شي جديد تمام؟ طبعا انت تقدر تعدى عليها بعدين اذا انت حابب يعني مثلا تحذف هذه تحذف هذه مثلا انت ما تبغى هذه مثلا اللي فوق يعني مثلا تبغى تحذف هذا ولا هذا عاد انت حر بعدين راح اقول لك عليها كيف تعدلها يعني ان شاء الله هذه لها فيديو افضل يعني تمام عندك هنا برايت باك يعني راح ارجع بعد شويه وهنا ستريم اندج وهنا السوشيال ميديا اذا حابين يتابعوك عن طريق السوشيال ميديا طبعا كل اوفرلي موجود فيه يعني هذا كم ما شاء الله شوف واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته فيه سته انا مخلي خمسه بس ليه؟ واصلا اللي انا حاذفه اللي هو هذا اللي هو السوشيال ميديا اللي حذفته بس يعني يتابعوني تحت في مربعات اللي موجوده في التويتش تحت يعني حملنا ذحين يا جماعه اللي هي هذه اسمها ايش؟ اي سبورتس ليجسي تمام ان شاء الله انها اسمها كذا والله ما ادري اذا صح ولا لا فانا حملت هذه يا جماعه الحين كيف نضيف هذه يا جماعه الخير تمام مثلا ابغى اضيف هذه في الاو بي اس كيف نضيف الاو بي اس الطريقه جدا سهله فانت ايش راح تسوي اول شيء تضغط على الاوفر اللي احنا حملناه تمام طيب راح نضغط على هذه تمام طيب. وعندك هنا مكتوب مانج او تضغط عليها زي ما قلت لكم اللي احنا حملناه اللي هو اي e سبورت والان هو اكتيف يعني متاح الان في ستريم لابس طبعا هذه كلها انا محملها من قبل شوف من قبل سنه من قبل 21 دقيقه بعضها انا محملها من قبل 6 اشهر فهذه كلها قديمه يعني تمام طيب تمام طيب يا جماعه الخير الحين احنا نبغى هذا الاوفر اللي احنا حملناه قبل شويه تمام طيب. كيف راح نحمله ونضيفه في او بي اس الطريقه جدا سهله دام انك انت اخترت هذا على طول تضغط على كلمة import from OBS اضغط عليها بعد ما ضغطنا عليها يا جماعة على طول راح نسوي دن وبعدها يا جماعة الخير راح نروح لبرنامج OBS زي ما تشوف قدامكم الحين في OBS ما في ولا أي حاجة تمام على طول راح تروح لهذا الخيار عندك كلمة مكتوبة ايش سكن كولكشن تضغط عليها وبعدها تروح لهذه الكلمة اللي هي ايش امبورت تضغط عليها وزي ما تشوف قدامك راح تظهر لك جميع الاوفر اللي انت حملتها من قبل طبعا انا محمل من قبل عشان كذا تلاحظ انه في كثير الحين اللي احنا حملناه فينو حتلاقيه يا جماعة الخيار هذا هو اللي احنا حملناه شوفوا هذا هو من ستريم لابس احنا سوينا ايش استخراج من ستريم لابس الى او اس هذا هو يا جماعه ايش راح تسوي على طول راح تخليها صح وبعدين راح نسوي import شوف ركز لا تسوي ادد اضغط على كلمة امبورت تمام تمام نسوي امبورت طيب بعد ما ضغط ما ظهر لك عادي ما في اي مشكلة تروح لنفس المكان سكين كولكشن وزي ما تشوف قدامك هذه الاوفرلي اللي موجودة الحين مكتوب بدون عنوان اللي هو هذا اللي انا فيه الحين تمام لكن انا عشان اختار الاوفرلي هذا هو نضغط عليه يا جماعة وزي ما تشوف قدامكم تم تحميل الاوفرلي هذا اللي حملناه من ستريم في او بي اس طيب الحين بتلاحظ انه بس هذا موجود ما في مشكلة شوف تروح ستارتنج سون شوف موجود شوف نفس اللي كان موجود في الستريم لابس. شوف نفسها بالضبط، يعني بس احنا سوينا استخراج بس، وزي ما قلت لك تقدر تعدل فيها اللي تبغاه، يعني أي حاجة، بس للمعلومية، أي حاجة تبغى تعدل عليها ضروري زي ما قلت لك يكون معك الستريم لابس وتعدل عليه اللي تبيه، يعني دحين أنا أبغى هذا، يلا، زي ما تشوف قدامكم هذا الأوفرلي وتقدر تعدل عليه اللي تبغاه، يعني مثلا أنا أبغى هذا مثلا شوفوا، مثلا أبغى يا جماعة الخير الويب كام أغير مكانه شوف هذا مثلا بغير مكان مثلا بحطه هنا ولا هنا ولا هنا عاد انت حر يعني تقدر تعدل الاوفرلي حقك دام انك انت حملته من ستريم لابس تقدر تروح كمان ستارتنج سون تعدل حاجه تكتب مثلا شيء فتقدر زي ما قلت لك تسوي اشياء كثيره في الاوفرلي فزي ما قلت لكم هذه هي الطريقه السهله والواضحه انك كيف تحمل فيمات في ستريم لابس وتقدر في نفس الوقت تنقلها الى او بي اس زي ما تشوف قدامكم نقلناها على طول بسهوله وهي نفسها اللي موجوده في الستريم لابس شوفها نفسها بالضبط اللي موجودة في الاستريم لابس بالضبط وغير كذا كمان عندي اوفرلي ثاني شوفوا اروح نفس المكان واختار هذا شوفوا يا جماعة برضو هذا الاوفرلي انا اخذته من الستريم لابس شوفوا كيف ضبطته وموجود كل حاجة شوف نفسه بالضبط اللي كان في الستريم لابس واللي متابعني يا جماعة الخير في تويتش راح يعرف اني انا اسوي بثوث مباشرة باستخدام هذا الثيم لانه هذا اكثر ثيم يعجبني فاذا انت منت متابعني في تويتش ترى راحت عليك اشياء مرة كثيرة فروح تابعني هناك بتلاقي رابط قناتي في تويتش تحت في الوصف راح تعجب بشكل مرة كبير الا والله كيف الحال المهم زي ما قلت لكم تقدرون تحملون ثيمات من ستريم لابس وتنقلونها على او بي اس وزي ما قلت لك تروح لنفس هذا المكان وخلاص تضيفها تسوي امبورت وبتلاقي كل الاوفرلي هنا مثلا انا بحدد على هذا سوي تحديد اسوي امبورت وزي ما تشوف قدامك تروح نفس المكان وتنزل تحت تايتن تضغط عليه اهو ضبط معانا على طول هذا الشكل الثاني شوفوا كيف مره احترافي يعني وبس والله يا جماعة كذا وصلنا نهاية المقطع أتمنى المقطع عجبكم لا اللايك واشتركوا في القناة وشكرا لكم على الدعم والتواصل في المقاطع الفاتت وترقبوا إن شاء الله يا جماعة راح يكون في شروحات عن ستريم لابس و بي اس أنا مرة متحمس إني راح أسويها وراح أرجع لها رجعة جدا قوية تبارك الله يا جماعة أكثر سلسلتين فيها دعم اللي هي الستريم لابس والاو بي اس فإذا عندكم أي سؤال فيه إن شاء الله وبإذن الله راح أسوي لكم فيه فيديوهات أهم شيء لا تقصروا معنا باللايكات واشتركوا في القناة وفعلوا التنبيهات عشان نقدر نوصل 10000 مشترك وأنا داري إنكم ما حتقصرون شكرا لكم على المشاهدة نشوفكم على خير إن شاء الله سلام عليكم